على الصعيد نفسه، كشفت تسريبات صحفية عن وجود ضغوطات أمريكية على بعض النواب لمنع تمرير قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما ذكر مصدر مطلع أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار قاطع باستقرار القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا في العراق. وذكر مصدر سياسي أن الضغوط جاءت من واشنطن، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى بغداد.